الحقيقة احنا لازم نتكلم برضو عن جزء آخر لا يقل عبقرية عن اختيار توقيت حرب أكتوبر والبطولات اللي حصلت في حرب أكتوبر، وهي الطريقة اللي احنا دمرنا بيها خط بارليف. وزي ما كنا بنتكلم طبعا هم كانوا متخيلين ان احنا مستحيل نعبر خط بارليف. الموضوع بدأ ازاي؟ طبعا فكرة في اجتماع في يوليو من عام 69 القادة كانوا قاعدين بيتكلموا، وكان في اجتماعات مستمرة طبعا عشان يشوفوا هيتصرفوا ازاي في خط بارليف. فكانت المقترحات في هذا التوقيت ايه؟ نضربه بالصواريخ، يتم تفجيره، قنابل نووية، مفخخات، ألغام، كل ده الكلام اللي كان داير، وده اللي كان متبع عالميا بالمناسبة. يعني سد ماجينو اللي بنته فرنسا لوقف الزحف الألماني بعد الحرب العالمية الأولى تم تدميره بالصواريخ. لكن احنا لما جينا نحسب الموضوع عندنا كان في تفكير. ايه التفكير؟ احنا لو عملنا كده ده هيستغرق وقت قد ايه؟ هيكون في وقت لرد الفعل ولا لا؟ الخسائر بتاعتنا قد ايه؟ فكنا هنستغرق من 12 ل 15 ساعه، ودي مده كبيره جدا. فانت كنت هتدي فرصه للعدو ان هو يلملم اوراقه ويستعد للهجوم عليك، فده طبعا كان وقت كبير جدا، فما كانش هينفع. فبرضه فكرنا في حاجات كتير جدا في هذا التوقيت بحيث ان احنا نطلع باقل الخسائر. كمان لو كنا عملنا نفس الاقتراح ده اللي هو يتضرب بالصواريخ او بالقنابل او كده، كان في نسبه خسائر 20%. يعني ايه؟ يعني لو في 100 جندي موجودين في هذه المنطقه ففي 20 جندي هيستشهدوا في الحاله. فكان المقترح جه من مين؟ جه من المقدم مهندس باقي زكي يوسف، صاحب هذه الفكره العبقريه، لان كان عنده خلفيه وكان عنده خبره من العمل في السد العالي، وقال احنا ممكن ندمر خط بارليف بالمياه. طبعا في البدايه كانت فكره غريبه شويه، القاده لسه بيفهموا هذه الفكره، لكن بدات الفكره وهو بيشرح تلقى استحسان القاده. الفكرة فضلت تصعد لحد ما وصلت للرئيس الراحل جمال عبد الناصر في هذا التوقيت، وعجبته الفكرة وقال نبدأ على طول في نماذج المحاكاة، نبدأ على طول في تنفيذ هذه الفكرة. بدأوا يعملوا نماذج محاكاة، ولكن كانوا بيعملوها هنا في جبال في حلوان، فطبيعة التربة كانت مختلفة، فقالوا احنا لازم نعملها على القناة. فعملوا قد ايه؟ عملوا حوالي 30 نموذج محاكاة. كان آخر هذه النماذج فين؟ في جزيرة البلاح هناك على القناة قدام العدو الناحية التانية. متخيلين الجرأة اللي كان فيها المقاتل والشجاعة اللي كان فيها المقاتل المصري انه بيعمل نموذج محاكاة، مش حرب، نموذج محاكاة قدام العدو الناحية التانية. فالحقيقة كانت فكرة رائعة، وبتدي دروس. القادة في القوات المسلحة سمعوا كلام مقدم مهندس لسه صغير في السن، لكن عنده فكرة كويسة، والفكرة بالفعل تم تنفيذها وكانت النتيجة العبور. المشير محمد عبد الغني الجمسي هو الآخر أحد أبطال ملحمة أكتوبر، كان بيشتغل وقتها رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، وكان ليه بصمات مؤثرة في التخطيط للحرب، كمان شارك في إدارة حرب أكتوبر في كل مراحلها. المشير محمد عبد الغني الجمسي رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة في حرب أكتوبر. ولد في محافظة المنوفية في 9 من سبتمبر عام 1921، وتخرج في الكلية الحربية عام 1939 ضابطا بسلاح المدرعات، وخاض حروب مصر المعاصرة بدءا من حرب فلسطين. شارك في إعادة بناء القوات واستعادة كفاءتها غرب القناة، وبناء الدفاعات بعد حرب يونيو عام 1967. ساهم في تخطيط وإدارة الأعمال القتالية حتى عام 1968، وقائدا لمجموعة عمليات الجبهة السورية عام 1970. ثم عين نائبا لرئيس أركان حرب القوات المسلحة ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة من عام 1972 وحتى عام 1973. ظهرت بصمته المؤثرة في التخطيط لحرب أكتوبر عام 1973 من خلال الخطة جرانيت 2 المعدلة، أعد التوجيه الاستراتيجي للقائد الأعلى للقوات المسلحة، والذي تمثل في تحدي نظرية الأمن الإسرائيلي عن طريق عمل عسكري، وشارك في إدارة حرب أكتوبر في كل مراحلها من 26 وحتى 28 من أكتوبر عام 1973. اندلعت حرب أكتوبر 73 واندفع فيها رجال القوات المسلحة
يقاتلون ببسالة وإيمان، فانتزعوا النصر وسطروا أروع صفحة في تاريخنا الحديث. قاد المفاوضات العسكرية لفض الاشتباك الأول مباحثات الكيلومتر 101 وصولاً لاتفاقية النقاط الست يوم 9 من نوفمبر عام 1973. وقع اتفاقية فض الاشتباك الأول في 18 من يناير عام 1974، واتفاقية فض الاشتباك الثاني في 1 من سبتمبر عام 1975. ثم عين رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلفاً للفريق سعد الشاذلي في 12 من ديسمبر عام 1973، ثم وزيراً الحربية والقائد العام للقوات المسلحة في 12 من ديسمبر عام 1974. حصل على العديد من الأوسمة والأنواط والنياشين تقديراً لدوره في التخطيط لنصر أكتوبر المجيد، فسجل التاريخ العسكري المصري اسمه بأحرف من نور كأحد أبرز القادة العسكريين في العصر الحديث.